Hello dear students, how are you? Today we are going to start with activity 2, absorption and the translocation of water and mineral salts طبعا in green plants. شو يعني؟ absorption بالعربي عملية الامتصاص. Okay. ماشي؟ طيب. translocation نقل انتقال water and mineral salts in the plant in the green plant. All of you know, كلنا بنعرف إنه the green plants need water, mineral salts, plus sunlight and carbon dioxide to grow. هي متعارف عليها. بشكل عام بكل الزراعات من وين بتاخد the plant, من وين بتاخد the water and mineral salts. شو المصدر اللي بيعطيها the water and mineral salts؟ مش إحنا بنسقي the plant, بندلق مي عليها. هي وين بتكون طالعة؟ مش بالتراب. يعني إذا بتطلعوا هون بتشوفوا هيدي جرين بلانت طالعة تحت التراب، فبجيكم شوفي بقلبها تحت التراب، شايفين تحت التراب؟ هالتراب تحت التراب، هالجزء اللي تحت التراب وهالجزء اللي فوق التراب. بلانت جرين بلانت takes water and mineral salts from soil، من التراب. كيف يعني من التراب؟ اطلعوا لي هون، تعال نشوف أنا وياكم أجزاء الجرين بلانت. أوكي، the green plant, this is a green plant. The green plant عند leaves أو leaves الأوراق، شايفينه ولا leaves الأوراق؟ هودي leaves، هاي leaves الأوراق. في عندها شيء اسمه stem الجذع، الجذع الرئيسي اللي لإلها. يعني تخيلوا هالقلم هو green plant، إيدي هي التراب هيك طالع القلم، هيدا فوق التراب هون وهيدا هون تحت التراب. الجزء اللي فوق التراب اسمه stem، بيكون طالع عليه leaves الأوراق. أما اللي تحت التراب هون بيكون اسمه roots الجذور، root الجذور، وطالع عليه مثل شعيرات صغيرة، شعيرات صغيرة اسمهم root hairs. فإذا البلانت هي مكونة حقيقة من stem جذع، root وleaves. stem الجذع، leaves الأوراق، والroot الجذور طالع فيها root hairs. وطبعا البلانت بتعمل فلاور زهرات او ازهار، وفروتس فواكه او حسب شو هي بتعمل. اذا بتطلع هون this is a root، هيدا اللي شايفينه كله هالكبير هو الروت، وهول اللي طالعين منه هن مين؟ root hairs. شوفون هون ها كله الروت، هول مثل الشعر اسمهم root hairs، مثل الشعر هن اسمهم root hairs. اوكي، مكبرهم على المكبر هون، فبنشوفهم نحن لايكو كيف بنشوفهم مثل الشعر. اوكي، كله مثل الشعر، اسمه root hairs. The plant، البلانت بتاخذ الووتر والمينرال سولتس من التراب. تخيلوا هيدا التراب هون، هي soil. اوكي، البلانت كيف بتاخذ الووتر اند مينرال سولتس؟ عن طريق مين؟ باي root hairs، يعني هالشعيرات هن اللي بيمتصوا الووتر and mineral salts من التراب. عملية أخدانهم للwater والmineral salts اسمها absorption، الامتصاص. تعال نشوف شوية تعريفات أنا وياكم. absorption الامتصاص، وcrude sap وoutside soil culture. simply outside soil culture حكيت عنها أنا بالفيديو السابق، اللي هي زراعات خارج التربة. أوكي، فينا نزرع نحن بريط التراب، في كتير ناس بتزرع بريط التراب، بجيبوا بانيو كبير مثلا. اوكي، بهيدا البانيو الكبير بتلوه، بيعبوا بقلبه، they fill it in water and mineral salts، وبيجيبوا البلانتس بقعدوهم بقلبهم للووتر اند مينرال سولتس، وبحطوا لهم كربون دايكسايد وسان لايت، they grow من دون تراب، because the plant، ليش؟ لانه البلانت عم تاخذ water, mineral salts, sunlight and carbon dioxide، وهي بقى خلص مش بحاجه شيء اكثر من هيك. So these are called outside soil culture، يعني plants not in the soil، outside the soil، زراعه خارج التربه. طيب البلانت بتاخذ لها water and mineral salts، وما بدي انسى انا انه البلانت بتاخذ water ومينرال salts لحتى تصنع اكلها. water، mineral salts، carbon dioxide، sunlight، هول اربع اشياء بتاخذهم لتصنع اكلها. طيب water and mineral salts، water plus mineral salts، أمأس يعني mineral salts، الأملاح المعدنية، اثنيناتهم مع بعضهم، المي المخلوطة مع الأملاح المعدنية اللي بتسحبها النبتة من التراب اسمهم crude sap. crude sap
هون بيكون في شيء اسمه كرود ساب، السائل الخام. الخام مش المقصود فيها انه معفن يعني، لا، السائل الخام يعني عم بيطلع من التربة، عم تستخرجه من التربة من الأرض. اوكي، it's solution of water and mineral salts. يعني انا هلا لما نجيب نبتة اسقيها، هيدي النبتة اذا بدلق عليها مي هون، اوكي، اذا هيدي البلانت بدلق عليها مي هون، المي بتنزل مع التراب، بقلب التراب في mineral salts هون، فبصير في عندي هون شيء اسمه كرود ساب. مين بتاخده البلانت؟ الكرود ساب هو عبارة عن water and mineral salts from the soil. اوكي، طيب هلا absorption، عملية الامتصاص، passage، مرور، يمرق، مرور of crude sap to the plant it's done by root hairs. شايفين؟ انتقال الووتر والمينرال سولتس بفوتوا بالروت هيرز وبعدين على الروت وبياخذهم على كل البلانت. هي العملية اسمها absorption، عملية الامتصاص. أنا إذا هلا بجيب اسفنجة مثلا كلها مي وبحطها على تمي وبشفط فيها، مش بتروح المي بتفوت على تمي من ورا السفنجة؟ هي عملية امتصاص. أو بالشاليمونة. أوكي؟ طيب سمبلي هيدا السويل هون، this is soil here، soil. أوكي؟ بقلب السويل في عندي أنا water W plus mineral salts MS. طبعاً أنا بختصرهم بالفيديو بس. الووتر والمينرال سولتس مع بعضهم اسمهم كروت ساب. مين بيمتصهم؟ الروت هيرز، بفوتوا على قلب البلانت وبيطلعوا على الستام لحتى توزعهم على كل انحاء النبته لحتى تصنع اكله. So the green plant needs water and mineral salts from the soil. تحتاجهم water and mineral salts مع بعضهم، شو اسمهم؟ كروت ساب. تمتصهم عبر مين؟ عبر root hairs. عملية الامتصاص اسمها absorption، الامتصاص. مين بيمتصهم؟ root hairs. طب إذا بجيب بلانت أنا وبقصل له root hairs، بحلق له هني، بقطع له هني، أو بقطع له هني، بعد تمتص؟ أبدا. water and mineral salts ما عاد تمتص. It cannot absorb water and mineral salts and it dies. بتموت هيدي الجرين بلانت. So كل اللي عرفناه هلا إنه الجرين بلانت بتقدر تعيش خارج التربة إذا أنا أعطيتها water and mineral salts. البلانت في عندها leaves، stem، root، root hairs. root و root hairs بيجي تحت التراب، أوقات كتير بنشوفهم طالعين فوق التراب، وجربوا اقبعوا شي شتلة من التراب بتشوفوا كيف الروت و root hairs اللي لاقي لها. أكثر من هيك، الروت والروت هيرز أو الروت هيرز تبعون البلانت بيمتصوا الووتر أند مينرال سولتس، بيمتصوا الووتر أند مينرال سولتس. كمان شو؟ عملية الامتصاص اسمها absorption. أوكي؟ Next time we are going to continue about how does the green plant، كيف الجرين بلانت أو to prove لبرهن إنه الجرين بلانت بتمتص عبر الروت هيرز، وبدي شوف كيف بيطلعوا الووتر اند مينرال سولتس بقلب الجرين بلانت.